ادي البلطجيه هادي فاضي عشان ما تقولوش مليانه الرصاصات اللي ده فاضي عشان ما تقولوش مليانه انا عارف مجال الحاجات دي بتتضرب منين إيه؟ عارف العماره بتتضرب منها كويس الحاجات دي في ميدان العباسيه الحاجات دي بتتضرب من فوق العماره البلطجيه واللي بيقولوا عليهم تفوق الحزب الوطني ضربوا الشباب بهذه الايه في اكتر من 10 اكتر من 10 مجروحين وميتين تاب جريح اكتر من 10 ميتين واحنا بنشكر الاعلام اللي عامل تغطيه اعلاميه اللي معتم بنشكر التعتيم الاعلامي واحنا مش جايين لابو اسماعيل احنا مش جايين لابو اسماعيل احنا معترضين على اللي بيحصل في ابناء شعب مصر كتير كتير يا شيخ كتير واحنا مش بلطجيه يا اخوان ناس متعلمين وناس فاهمين انا دكتور احنا ناس متعلمين وناس فاهمه ولينا قضيه وهم اللي هاجمونا نرفض المواد الفرعونيه بص الدم بقى تعالى صور الدم بقى بتاع الراجل اللي مات ده هو اللي حصل معاك مفيش تعورت مش كل ما هم منهم العيال ازاز يعني ولا لا ازاز من مكان عالي من فوق البنزين فين الدم ده غير قتل من شويه ده تاني قتيل ده مضروب بطلقه حيه ولا ده مضروب طلقه حيه كانوا ثلاثة جنب بعض هنا واحد في بطنه واحد في وشه وواحد في كتف في وده وده وانا كنت في رجله هنا شفت حد مات بتاع بطنه ده احتمال الله اعلم البطن ده اللي كان بيضرب بيضربه ده كان ناقص حي يا ريت بس غلطة وتجمع جنب البلطجية كانوا هاجمين علينا بالأزايز والشراميخ ديت اللي هو البتاع ده خرطيش؟ على فكرة احنا جالنا حوالي 5 اصابات رصاص انت ضربت ازاي؟ حضرتك شغال في مستشفى الميداني هنا؟ انا شغال في المستشفى الميداني وجالنا حوالي 5 اصابات رصاص حي ومش رصاص حي بتاع مسدس 9 مللي ابدا يعني الاصابات بشعة اكتر مما تتخيل احنا حتى الاسعافات الاولية ما كناش نقدر نعمل له فيها حاجة بتهيألي يعني اقل حاجه لان حتى احنا حتى الاسعافات الاوليه ما كناش قادرين حتى ان احنا نعمل له حاجه. في حد مات قتل انت شخصيا؟ في حد مات قتل قصادك؟ لا حالات مقتله ان شاء الله. في حد خد في حالات شديده يعني؟ في حالات قويه يعني؟ في حالات قويه يعني؟ في حالات قويه؟ انا شفت بعيني 5 حالات رصاص حي اقوى ما يمكن. النزيف ده اللي انا شايفه هنا. النزيف اللي موجود هنا من ورا نزيف على الارض ده لا ما حصلش في حاجه هنا اول شارع خالص اللي حصل معاك اللي حصل معاك مات ازاي كنت جوه في الضرب فجاه لقيت رجلي بتوجعني ببص ما اعرفش لقيت في حاجه مش خلاص يشتغل كان في ضرب قالي جوه شغال وناس بترمي مولوتوف على السطح الكلام ده حصل الساعتين او ثلاثه ايوه من هنا